السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الجندي النشمي بن عودة عنزي، أحد أفراد القوة 61 المشاركين في نجران من المنطقة الشمالية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. والآن نحن في نجران، خلف نجران، نبعد عن الحوثيين الكلاب الوسخين، هم وجماعة علي عبد الله صالح 5 كيلو. ما وجدنا هنا إلا حماية الأرض الوطن من الخاسئين. واليوم أنا أمام الله ثم أمامك يا ملكنا المفدى الملك سلمان بن عبد العزيز، الله يحفظه ويرعاه، وأمامك يا ولي العهد، وأمامك يا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع. أنا رجال مديون وعندي إيقاف خدمات، وأهلي بالشمال، لو بسافر ما أقدر أسافر، يمسكوني التفتيش يمسكوني العالم. واليوم أنا ما وجدت هنا إلا حماة للدين والوطن، والحمد لله يا نصر يا شهادة، أنا وجميع زملائي اللي معي، وأنا أمام الله ثم أمامكم، أنتم ورجال الأعمال، من رجال وسيدات الأعمال كذلك، المساندين للأسرة الحاكمة، المساندين لكم يا سمو سيدي في تلمس احتياجات المواطنين ومساعدتهم ومساندتهم لكم ولإخوانهم من المواطنين المحتاجين. أنا رجال على يدين وعندي إيقاف خدمات، وأنا اليوم أمام الله ثم أمامكم. اسمي النشمي بن عودة العنزي، ورقم جوالي 055-731-375. واليوم رابع أيام رمضان، الساعة 11 صباحا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.